انطلاقة خامس الأشواط. يتواصل الزميل راشد بن طلق البقومي وإليك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا مستمعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نحن وإياكم نتواصل في هذه الانطلاقة الموفقة والسليمة بعون من الله ثم بجهود اللجان المنظمة لهذا السباق وانطلاقة الشوط الخامس في مجمل انطلاقاتنا والشوط الثالث في تعداد انطلاقات أشواط الأبكار الثنايا ومسافة 6 كيلومترات. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسماء عديدة في هذا الشوط وأيضا شعارات عديدة تزين أرضية هذا الميدان، وما هي للحظات لنوافيكم بنتائج الخمس المراكز المتقدمة. نسير إلى مقدمة الشوط وصدارة المركز الأول مشاهدينا الأعزاء مع بنت صوغان تسيطر على الانطلاق الأول، والمركز الأول السيد محمد بن علي المنصوري على المركز الأول. دور المركز الثاني، النقلة على المركز الثاني مع الجذابة حمدان بن سعيد بن جابر على المركز الثاني، وعملية التضمين عند السيد حمدان بن سعيد بن ياسر. مشاهدين الكرام المركز الثالث، والدور دور المركز الثالث مشاهدين الكرام. المركز الثالث مشاهدين الكرام للسيد سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي مشاهدين الكرام على المركز الثالث، والانتقال الثالث المركز الرابع. انتقل بدوري مشاهدين الكرام لرابع المراكز مع الشهنية للسيد سلطان بن احمد بن رشيد على المركز الرابع، والانتقال الرابع مشاهدين الكرام المركز الخامس مع الغزي للسيد سعيد بن سالم بالمر العامري على المركز الخامس. اذا مشاهدين الكرام خمسة أسماء مسموح لهم بالنداء، ونداؤنا الأول منذ انطلاقة هذا الشوط فدائما العودة والصدارة مع المركز الأول. يا سلام، من تسيطر على المركز الأول؟ الجذابة مشاهدين الأعزاء سيد حمدان بن سعيد بن جابر مشاهدين الكرام يسيطر مع الجذابة على المركز الأول، يسيطر مع الجذابة على الانتقال الأول. يا سلام، الجذابة على المركز المركز الأول وصدارة هذا الشوط، وقيادة حكيمة وموفقة على المركز الأول السيد سعيد بن جابر مشاهدين الكرام مع المركز الأول. المركز الثاني، والدور المركز الثاني السيد سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي مع الشامخة على المركز الثاني، والانتقال الثاني. المركز الثالث النصيبة على المركز الثالث السيد أحمد بن محمد بن عضيلي العامري مشاهدين الأعزاء. المركز الرابع مشاهدين الكرام نزاعة على المركز الرابع سيد مهدي بن فهد بن خويران العرجاني مع نزاعة على المركز الرابع، والمركز الخامس مشاهدين الكرام مع الغزيل لسيد سعيد بن سالم بالمر العامري على المركز الخامس. يا سلام، نداونا الثاني منذ الانطلاقة فدائما نعود، يا سلام نعود مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول والانتقال الأول مع الجذابة. يا سلام يا سلام يا سلام، جذابة في شكلها مشاهدين الكرام، في ركضها في أدائها مشاهدين الأعزاء سيد حمدان بن سعيد بن جابر. يا سلام، 3 كيلومترات مشاهدين الكرام تتبقى عن خط النهاية عن الناموس، نصف المسافة، والجذابة لازالت تدير أمور هذا الشوط، لازالت تتحفظ بقيادة هذا الشوط وصدارة هذا الشوط مشاهدين الكرام لسيد سعيد بن جابر مشاهدينا متابعين السيد حمدان بن سعيد بن جابر مع الجذابة. المركز الثاني، الدور المركز الثاني النصيبة على المركز الثاني لسيد أحمد بن محمد بن عضيلي العامري على المركز الثاني مع النصيبة. المركز الثالث الشامخة لسيد سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار سيد مهدي بن خويران العرجاني مشاهدين الكرام مع نزاعة المركز الرابع، والانتقال الرابع. نقلتنا لخامس المراكز مع الغزيل
سيد سعيد بن سالم بالمر العامري. يا سلام، نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع صدارة الشوط، نعود مع الجذابة الجذابة. يا سلام، حمدان بن سعيد بن جابر مشاهدينا الكرام من دفع لنا الجذابة على انتقالة هذا الشوط وصدارة هذا الشوط ومقدمة هذا الشوط، رسيد حمدان بن سعيد بن جابر مشاهدينا الكرام مع الجذابة. يا سلام، الله 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 الله، 2 كيلومترات مشاهدينا الكرام تفصل عن خط النهاية عن السلامات وعن الناموس، والجذابة الجذابة أقرب للناموس، أقرب للناموس مشاهدين الكرام لسيد حمدان بن سعيد بن جابر مشاهدين الأعزاء. المركز الثاني، المركز الثاني الشامخة سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي مشاهدين الكرام مع الشامخة على المركز الثاني، والانتقال الثاني المركز الثالث، نزاعة نزاعة على المركز الثالث لسيد مهدي بن خويران العرجاني مع المركز الثالث، والمركز المركز الرابع النصيبة للسيد أحمد بن عظيلي العامري على المركز الرابع، والمركز الخامس مشاهدين الأعزاء الغزيل وسعيد بن سالم بالمر العامري. يا سلام، الله، 3 في موقع واحد مشاهدين الكرام، في موقعة الشرف، في موقعة المركز الأول، لا زالت الجذابة، ولكن رد دخول وتسلل المشاهدين الأعزاء مع نزاع. يا سلام، مهدي بن خويران العرجاني مشاهدين الكرام يغير ويبدل على صدارتي هذا الشوط مع نزاعة. من انتزعت صدارتي هذا الشوط، انتزعت مقدمة الشوط، انتزعت المركز الأول للسيد مهدي بن خويران العرجاني مشاهدين الكرام مع نزاعة على مقدمة هذا الشوط وصدارتي هذا الشوط. المركز الثاني الجذابة وحمدان بن سعيد بن جابر مشاهدين الكرام على المركز الثاني، المركز الثالث الشامخة وسعيد بن سهيل بن دري الفلاحي مشاهدين الأعزاء، المركز الرابع النصيبة أحمد بن عضيلي العامري، المركز الخامس الغزيل لسيد سعيد بن سالم بالمر العامري. يا سلام، عودة مشاهدين الكرام لمقدمة الشوط، لصدارة الشوط، لمقدمة الشوط، وأنا رد دخول والتسلل. يا سلام، العيناوي مشاهدين الكرام أحمد بن عضيلي العامري. يا سلام، انتزع مقدمة الشوط مع النصيبة، من نصبت نفسها في مقدمة الشوط، نصبت نفسها في المركز الأول لسيد أحمد بن عضيلي العامري مشاهدينا، أحمد بن محمد بن عضيلي العامري. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، العامري أقرب للناموس، أقرب لانتزاع الصدارة مع النصيبة. المركز الثاني الشهري لسيد سلطان بن أحمد بن رشيد على المركز الثاني، والغزيل على المركز الثالث لسيد سعيد بن سالم بالمر العامري، ولكن النصيبة، النصيبة يا النصيبة، النصيبة يا سلام، ولكن بن رشيد، بن رشيد يا سلام سحب بساط المركز الأول، صدارة الشوط، والغزيل يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، سعيد بن سالم بالمر العامري مشاهدينا الكرام غير وانتقل انتقالة ممتازة مشاهدينا الأعزاء مع الغزيل، مع الغزيل، ولكن العيناوي يا سلام يعود لصلب المنافسة، يعود مع النصيبة أحمد بن محمد بن عضيلي العامري. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، 100 متر الأخيرة تفصل عن خط النهاية، والسيد أحمد بن محمد بن عضيلي العامري، سلام للعين، سلام ويمسكن أحمد بن محمد بن عضيلي العامري على فوز النصيبة بالمركز الأول. المركز الثاني للسيد سعيد بن سالم بالمر العامري، المركز الثالث للسيد أحمد بن سعيد بن سيف المشغوري، والمركز الرابع للسيد سعيد بن جابر بن حليس الوهيبي، والمركز الخامس مشاهدين الكرام الشهنية للسيد سلطان بن أحمد بن رشيد، تهانينا والناموس للسيد أحمد بن محمد بن عضيلي العامري على فوز النصيبة بالمركز الأول. وساعة الوصول وتوقيتها الزمني مشاهدين الكرام، ساعة الوصول 9:13، 27 جزء من الثانية، تهانينا والناموس السيد أحمد بن محمد بن عضيلي العامري المركز الثاني. المركز الثاني كان من نصيب الغزيل لسيد سعيد بن سالم بالمر العامري، تهانينا والناموس. توقيته الزمني ساعة الوصول 9 دقائق 13 ثانية 88 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب النواعس السيد أحمد بن سعيد بن سيف المشغوني، تهانينا والناموس. توقيته الزمني 9 دقائق 14 ثانية